السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشرح ونحل تدريبات يونت 3 الوحدة الثالثة من كتاب جيم أولى ابتدائي ترم أول 2024. يلا بينا نبدأ. Let's get started. يونت 3 الوحدة الثالثة بعنوان My School Bag. My School Bag يعني حقيبتي المدرسية. هنبدأ من بيج 61 صفحة رقم 61 لسن 1 الدرس الأول. بنتكلم فيه على الكلاس روم أوبجكتس يعني الأدوات المدرسية. تعال نقرأ الفوكابيولاري المفردات. حقيبة باج قلم حب بن براية شاربنر مسطرة رولر قلم رصاص بنسل مقلمة بنسل كيس كتاب بوك. أول سؤال عندنا النهاردة read and match اقرأ وصل. هنوصل كل كلمة بصورتها. طب عندي هنا أول حاجة بن يعني قلم حب بنسل يعني قلم رصاص ورولر يعني مسطرة رولر. بعد كده عندنا بيج 62 صفحة رقم 62 لسن استمع ريد اقرأ اند رول بلاي وتبادل الأدوار. زي ما شايفين أصدقائنا موجودين في حجرة الفصل، فأميرة صديقتنا بتسأل صاحبتها بتقول لها ايه وات از ذس ما هذا، وهي ماسكة في ايديها قلم رصاص. فصديقتها جاوبت على السؤال قالت لها اتس ا بنسل انه قلم رصاص. بعد كده هنا صديقنا بيقول وات از ذس ما هذه، طبعا دي مقلمة. زميله قال له it's a pencil case إنها مقلم. بعد كده هنا جايب لك كلمة what يعني ما أو ماذا. الصفحة اللي بعد كده 63 هنا عندنا language functions وظائف لغوية. بيقولك asking and answering about near singular objects. هنسأل ونجاوب عن الأشياء المفردة القريبة. لما يكون في حاجة قريبة يعني مثلا أدي القلم أهو بتاعه، عايز أقول What is this؟ ما هذا؟ وده قلم واحد، فأنت تقول إيه؟ It's a pen، إنه قلم حبر. نفس الكلام هنا What is this؟ يعني ما هذا؟ تقول It's a واسم الشيء. لو في حاجة مفردة قريبة بسأل What is this؟ طيب What is this؟ ما هذا؟ فقالت لها It's a pencil، إنه قلم رصاص. هنا عندنا سؤال Look، انظر، read، اقرأ and complete وأكمل. طب هنكمل باستخدام this يعني هذا للمفرد القريب. طيب وعندنا بعد كده هنا pen يعني قلم حبر. طيب what is this؟ البنت بتقول what is this ما هذا؟ it's a ايه؟ it's a pen يعني اللي ماسكاه في ايديها pen يعني قلم حبر. طب هنا الولد بيقول ماسك مسطره في ايده بيقول what's this يعني ما هذه؟ او ما هذا؟ فزميله قال له it's a ruler انها مسطره. هنا بيقول لك What is بتساوي what's و it is بتساوي it's، دي اختصارات يعني. الصفحة اللي بعد كده في واجب خط، تمام؟ نكتب كل كلمة تحتها بخط جميل عشان خطنا يتحسن يا ولاد. في بيج 63 في صفحة رقم 63 في براكتس في تدريب على lesson 1 الدرس الأول. listen and take true يعني أحط كلمة صح قدام الإجابة الصحيحة. قدامنا قلم حبر وبيقول لك ده pen ولا pencil case، ده قلم حبر ولا مقلمة؟ طبعا ده قلم حبر، نحط ايه صح. طيب هنا مسطرة باك حقيبة ولا رولر مسطرة؟ طبعا رولر مسطرة. دوت بنسل قلم رصاص ولا شاربنر؟ يعني شاربنر يعني براية. بنسل ولا شاربنر؟ لا ده بنسل. طب هنا دي مقلمة، شاربنر يعني براية ولا بنسل كيس مقلمة؟ طبعا ايه مقلمة. نمبر 2 read and match اقرأ وصل. هنا عندي باج يعني حقيبة. بوك كتاب. شاربنر يعني براية. بنسل يعني قلم رصاص. نمبر 3 look انظر read اقرأ and choose واختار. طيب it's a ده بيكون ايه؟ بنسل قلم رصاص ولا بن قلم حبر؟ طبعا بن. طيب it's a ايه ده؟ ايه ده؟ بوك كتاب. طب it's a ايه دي؟ مسطرة رولر. دي براية it's a sharp. قلبنا الصفحة 66
عندنا هنا بيقول لك look انظر and write the missing letters واكتب الحروف الناقصة. طيب عندي حقيبة يعني bag ناقص حرف البي الخفيف. طيب هنا اللي اسمها soft بي بي خفيف، لكن دي اسمها hard بي بي تقيلة شوية. تمام دي soft بي ودي hard بي. طيب بعد كده عندنا قلم رصاص pencil ناقصة حرف الان. طب براية شاربنر ناقصة ايه؟ شر ناقصة ار شاربنر. طيب بعد كده عندي هنا بنسل كيس ناقصة سي بنسل كيس مقلمة. نمبر 5 لوك انظر ريد اقرا اند كومبليت واكمل. بيقول لك وات از ذس ما هذا؟ وبيقول لك كمل بقى النقط باستخدام رولر يعني مسطرة. نكتب لكم ايه السنون بتاعت السين بقى عشان انتوا ايه ما بتعرفوش في الرقم، احنا كبار بنكتب الرقعة. طب السين اهي. طيب بن قلم حبر. تمام هنكمل بيهم الايه؟ الجملة ايه؟ الحاجات الناقصة في الجملة. طيب عندي هو قلم حبر بيقول لك اتس ا ايه؟ طبعا عارفين ان ده خلاص حفظناها اتس ا بن. طب دي اتس ا ايه؟ اتس ا رولر مسطرة. بين قلم حبر ورولر مصدر. نمبر 6 reorder the words to make correct sentences. ترتب الكلمات عشان تكون جمل صحيحه. بوك اتس ا عايز اقول انه كتاب. هنبدا بالايه؟ بالملونه دي الاخضر اتس ا ايه؟ اتس ا ايه؟ اتس ا بوك انه ايه؟ كتاب. طيب هنا this what is ما هذا؟ What is this? What is it? What is this? What is this? يعني ما هذا؟ طب a pen it's إنه قلم حبر. It's a pen. It's a pen. It's a pen يعني إنه قلم حبر. في بيج 67 صفحة 67 في الليسن 2 الدرس الثاني، وده درس فونكس درس صوتيات. بنتعلم هنا ازاي ننطق حرف البي. حرف البي ده اسمه ده دي اسمها الهارد بي، البي تقيلة يعني. طب ازاي ننطقها؟ الساوند بتاعها الساوند بتاعها بح بح كده. تمام؟ طيب عندنا هنا قلم حبر أو قلم جاف اسمه بن بن، قلم رصاص بنسل بنسل، بيتر ده اسم ولد بيتر بيتر. طب هنا عندي حرف الار، حرف الار الساوند بتاعه رر رر. تمام؟ طيب مسطره رولر رولر، احمر ريد ريد، رشا ده اسم بنت اسمها رشا رشا. طب هنا لوك اند سيركل يعني انظر وضع دائره. طب اللون دوت اسمه ايه؟ اسمه ريد اللون الاحمر. هنا جايب لك بن قلم حبر ولا ريد؟ لا طبعا ده ريد احمر ريد. طب هنا بنسل قلم رصاص. البنت دي قلنا اسمها ايه؟ اسمها رشا ولا بيتر؟ بيتر ده اسم ولد، لا احنا عايزين هنا ايه؟ رشا. في بيج 69 صفحه رقم 69 في براكتس في تدريب اون ليسن 2 على الدرس الثاني listen and take true يعني استمع وحط ايه صح قدام الاجابه الصحيحه. طب هنا عندي الولد ده اسمه بيتر ولا رشا؟ طبعا هو ولد اسمه بيتر ومكتوب على التيشيرت بتاعه بيتر، يبقى نحط صح عند بيتر. طيب هنا عندي المسطره اسمها بن ولا رولر؟ طبعا اسمها رولر مسطره، نحط ايه ترو عند مسطره. طب ده بنسل ولا شاربنر؟ لا طبعا ده بنسل قلم رصاص. طب البنت دي اسمها هاني ولا رشا؟ طبعا رشا دي اسم بنت ومكتوب على التيشيرت بتاعها. نمبر 2 ريد اند ماتش يعني اقرا وصل. بنسل قلم رصاص ادي بنسل، ريد اللون الاحمر، رشا ادي البنوته الحلوه، وبن قلم حبر بن. نمبر 3 لوك اند سيركل يعني انظر وضع دائره. قلم حبر بن، مسطرة رولر بيتر، ودي رشا. قلبنا الصفحة بيج 70 صفحة رقم 70 لوك ريد اند تشوز يعني انظر واقرا، وتشوز يعني اختار. طب هنا ماي باج از ايه؟ حقيبتي لونها ايه؟ ريد ولا بلو؟ لونها احمر ولا ازرق؟ لا طبعا ريد احمر.
طب هنا this is a ايه؟ ده ايه؟ pen قلم حبر ولا رولر مسطره؟ طبعا رولر مسطره. نمبر 3 this is دي مين؟ بيتر ولا رشا؟ طبعا دي رشا بنوته. طب my pencil قلمي الرصاص ولا pen ولا الحبر او الجاف؟ is green طبعا ده قلم ايه؟ جاف او قلم حبر يعني pen. نمبر 5 choose the and write يعني اختار واكتب. طب هنا عندي ده قلم ايه؟ قلم رصاص اوله حرف ال P pencil تمام. طب هنا مسطره رولر اوله حرف ال R رولر. طب هنا الولد ده اسمه بيتر اوله حرف ال P. طب هنا ده قلم حبر بن اوله حرف ال P تمام. نمبر 6 انا سكرامبل اند رايت يعني رتب ايه الحروف واكتب الكلمه بطريقه صحيحه. طب احمر ريد قلم رصاص بنسل. طب البنت دي اسمها ايه؟ اسمها رشا. طب مسطره هنا يعني رولر. رولر مسطره. هنا عندي lesson 3 الدرس الثالث connect with math يعني تواصل مع الرياضيات. هنتعلم النهارده ال numbers الارقام. ماشي يا اولاد احفظوا معايا الارقام كويس بقى تمام. طبعا انتوا في الكي جي كنتوا حافظينها. نراجع بقى على الايه الكلام ده. طب واحد 1 1، اتنين 2 2، تلاتة 3 3، أربعة 4 4، خمسة 5 5. تاني 1 2 3 4 5. هنا بيقول لك read and match اقرأ وصل. 2 2 يعني اتنين، 5 خمسة، 3 يعني رقم 3. الصفحة اللي بعد كده 72 صفحة 72 بنتعلم فيها الـ plural nouns with S يعني الأسماء اللي بتجمع بحرف الاس. طيب تعالوا نشوف كده. هنا عندي singular يعني مفرد، only one لما تكون حاجة واحدة بس تبقى اسمها حاجة مفردة. زي هنا براية واحدة بس اسمها one sharpener يعني براية واحدة. طب القلم الرصاص one pencil قلم رصاص واحد. طب المقلمة one pencil case يعني مقلمة واحدة. طب افرض انا عايز اجمع. الجمع في الانجليزي اكتر من واحد بيبقى جمع، يعني اتنين يعتبر في الانجليزي جمع، ثلاثة جمع كده. طب انا عايز اجمع بقى، عايز اجمع في الحالة دي بحط في اكتر الاسماء اس في اخر الايه الكلمة فبيتحول للجمع. بصوا زي ما انتم شايفين كده حطيت اس فحولنا الاسم الجمع. يعني بدل ما اقول 1 شاربنر براية واحدة، هنا في 3 في 3 بقول 3 شاربنرز. طب هنا 1 بنسل صح قلم رصاص واحد، عايز اقول 4 اقلام رصاص اقول 4 بنسلز. بصوا واخدين بالكم الاس بتاعت الجمع دي. طيب هنا مقلمة واحدة 1 بنسل كيس، عايز اقول 2 مقلمتين اقول 2 بنسل كيسز تمام كده يعني مقلمتين. بيقول لك هنا look انظر read اقرا and complete واكمل. طب عندنا هنا singular يعني مفرد وplural يعني جمع، برضو هنا مفرد وجمع. طيب ادي one pen يعني قلم حبر واحد. طب الاثنين بقى اقول two pens، هنحط ايه اس في اخر الكلمه بتاعت الجمع. طيب هنا عندي one bag حقيبة واحدة، عايز اقول ثلاث حقائب اقول three bags، ما ننساش حرف الاس عشان نكون الجمع three bags. في بيج 74 صفحة رقم 74 في براكتس في تدريب on lesson 3 على الدرس التالي. طب read and match اقرأ وصل. 2 2 يعني اتنين، 3 ثلاثة، 1 واحد، 5 يعني 5 5. في بعد كده هنا عندي read and color يعني اقرأ ولون. لو معاكم ألوان استخدموها، لو ما فيش ألوان ممكن بالقلم الرصاص تظلل الرقم. ماشي عدد مثلا تفاحات هنا 4
يبقى هنعمل اربع تفاحات هنظللهم. لو معكش الالوان عادي جدا، ده هو هنا بيقول لك لون، بس انت لو مش معاك اعمل بقى لون رصاص مفيش مشاكل، ظلل بيه. طيب فور، فور يعني اربعه. طب نلون فور ابلز. طبعا انتوا بقى تلوينكم هيبقى احسن مني، انا بلون بسرعه، انتوا بقى لونوا وحددوا الكلام بالظبط. تمام، مثلا انا بعمل بسرعه كده كروكي 1 2 3 4 ادي خلاص ايه عملنا المهمه بتاعتنا. طيب بعد كده عايز ايه؟ الفراوله عايز منها 1 فراوله، هي واحده بس اللي هنلونها. تمام، طيب بعد كده عندي هنا بردك عايز الكمثرى نعمل منها 5 1 2 3 4 5. ادي لونا خمس ايه كمثرات. تمام، طيب بعد كده عندنا الموز عايزين نلون 3 بانانز. طب ماشي يا موز، انا بحب الايه البانانز جدا، وول فروتس وكل الفواكه. تمام، ادي عايزين 3 صح؟ اه عايزين 3 بس كده، حلو قوي 3 بانانز. طب هنا بيقول لك ريد اند سيركل، يعني اقرا وضع دائره. طيب هنا 1 عايزين نحط دائره حوالين 1 الحاجه الواحده بس، طبعا هنا 1 بنسل انا مرصاص واحد. طب هنا 4 يعني 4، ادي 1 2 3 4 ادي 4. طب هنا بيقول 3 اهو 1 2 3 حط عليهم دايره على طول. طب 2 2 ادي هم 2 رولرز ماسترتين. الصفحه اللي قدامها 75 75 لوك اند رايت ذا ميسنج ليترز، انظر واكتب الحروف الناقصه. طب هنا 1 لسه بقى قلنا نحفظهم بقى بالنطق والكتابه. طب 1 ناقص ان، 2 ناقص W، 4 ناقص F، طيب هنا 5 ناقص V. نمبر 5 count and write يعني عد واكتب. طب هنا نعد بقى 1 2 3 4 5 يبقى هنا 5، 1 2 3 نكتب هنا 3 3، 1 2 3 4 اهي 4، 1 2 ادي 2 يعني 2. نمبر 6 لوك ريد اند كومبليت، انظر واقرا واكمل. بنسلز يعني اقلام رصاص، وهنا عندي 5 يعني رقم ايه 5. تمام، طيب هنا 1 2 3 4 5 دول 5 بوكس، خمسه كتب يعني. طب هنا عندي 3 بنسلز يعني ثلاثه اقلام رصاص، بنسلز اوكي 3 بنسلز. بعد كده عندنا جنرال براكتس، تدريبات عامه على يونت 3 الدرس الثالث بيج 79 صفحه 79. لوك اند كلر يعني بيقول لك انظر ولون. طيب هنا عندنا قلم حب بان بيبدا بحرف البي، نلون حرف البي. انتوا لونوا بقى احسن مني. تمام اوكي، طيب بعد كده عندنا اللون الاحمر ريد حرف الار. طب بعد كده عندنا صديقنا اسمه بيتر بحرف البي، نلون الحرف اللي بتبدا بيه الكلمه. طب عندنا هنا البنت دي اسمها رشا حرف الار، وانتوا بقى ايه تلوينكم اجمل مني بكتير، ورونا الجمال. نمبر 2 ريد اند ماتش، اقرا وصل. طيب باج يعني حقيبه او شنطه يعني. طب بنسل قلم رصاص، رولر مسطرة، بوك كتاب. نمبر 3 لوك اند سيركل يعني انظر وضع دائرة، ثلاث كتب يبقى ايه جمع، فالجمع نحط في اخره اس، يبقى بدل ما اقول بوك كتاب واحد لا اقول بوكس كتب. طب اللون الاحمر ريد ولا بلو؟ لا بلو ده ازرق، هنا ريد احمر دوت بيتر، وقلم حبر يعني بن. الصفحة اللي بعد كده 80 صفحة 80 look and write the missing letters يعني انظر واكتب الحروف الناقصة. طيب 2 ناقصة O، bag ناقصة A، Peter ناقصة P، 3 ناقصة E، 3 يعني رقم 3. طب هنا بيقول لي count color and write the correct number يعني بيقول لك عد أو احسب ولون واكتب رقم صحيح. طب هنا 1 2 3 واحد اتنين تلاتة يبقى نلون رقم ايه 3. تمام، طيب بعد كده عندي هنا
هنا في بطة ايه واحدة، يبقى هنقول عندنا ايه، عندنا هنا one يعني واحد، one duck. طب هنا في كم دول، في كم عروسة لعبة، one two three four، عندنا four اربعة، يبقى نلون ايه number four كده. طيب عندنا كم بلين، كم طائرة، one two three four five، طيب يبقى نلون ايه five planes، الخمس طيارات، نلون رقم خمسة يعني. اوكي number six trace the following، يعني بيقولك تتبع الاتي، ده خط يا ولاد، يعني انتوا يا ما دوبك هتعملوا انتوا هتمشوا على الايه، ان انتوا هتمشوا على النقط ديت كده عشان ايه خطكوا يبقى جميل ويتحسن كده، تطلعوا من سنه اولى خطكوا بيرفكت ممتاز تمام كده اهو، مثلا انتوا خطكوا احسن من خطي اكيد ما شاء الله عليكم. في بيج 81 صفحه 81 في التدريب الشامل على يونت 3 على الوحده الثالثه، listen and circle يعني استمع وضع دائرة. أول حاجة دي عندي إيه؟ دي مسطرة رولر. البنت النوتة الحلوة دي اسمها إيه؟ اسمها الرشا. نمبر 4 رقم 4. طب هنا دي إيه؟ دي بنسل كيس يعني مقلمة. نمبر 2 read and complete يعني اقرأ وأكمل. طب this يعني هذا المفرد القريب، وبوك يعني كتاب تمام. طب what is this، ما هذا، فقالك it's a book، انه كتاب، بوك بوك يعني كتاب تمام. number 3 look read and put true or false، هنحط صح وغلط. طب it's a pen، ده قلم حبر، true صحيح. I can see 5 balls، استطيع ان ارى خمس كرات، 1 2 3 4 لا false، دول اربعه بس مش خمسه. طب it's a pencil case، دي مقلمة، no no false، خطأ، ده pencil. it's red، ده اللون دوت أحمر، أيوة true صحيح، ده لون أحمر. number 4 read and match، اقرأ وصل. عندي هنا عمودين هنوصلهم كل حاجة بإيه بالكلام المناسب يعني عشان خاطر أكون جملة مفيدة يعني. طب what إيه، ده سؤال، أول what ده يبقى سؤال، what is this، ما هذا. هنا it's a red bag، هذه حقيبة حمراء. طب this is a blue pencil. آخر بيج معانا يا أولاد، بيج 82 صفحة رقم 82، هنكمل الجمل باستخدام it يعني إنه يكون، و this هذا. طيب what is this، ما هذا، قالك هنا it's a pencil، إنه قلم ورصاص، it's it's يعني إنه يكون. number 6 and scramble and write يعني اعد الترتيب واكتب. اول حاجه عندي هنا هنرتب الحروف في كلمه red، red يعني احمر، كتاب book. طيب هنا بيتر، صديقنا بيتر. طب هنا رقم 5 اسمه ايه، 5 رقم 5. number 7 reorder the words to make correct sentences، اعد ترتيب الكلمات لتكون جمل صحيحه. is this what، ما هذا، يبقى what is this، what is this. طيب sharpener it's a، انها برايه، نقول it's a sharpener، It's a sharpener، إنها براية. درسنا النهاردة انتهى، تمنياتي لكم بدوام التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.